لي زامي الاخوان ديالي، مرحبا بكم معايا في هذا البلوغ من المدينه الحمراء، مدينه بهجه، مدينه الجمال والروعه. الاخوان ديالي فضلت انني نبدا معكم افتتاح بالدقه المراكشيه الخوت. نعم سيدي. مرحبا بكم معايا اليوم فلوق جديد من مدينة مراكش. اليوم اختاريت أننا نبداو الفلوق ديالنا ونبداو أول فيديو ديالنا من شارع محمد السادس. الإخوان ديالي شارع واع غزال بزاف، بغيت نشاركو معكم وتكتشفو معايا الأصدقاء ديالي. خوت غادي نتسارعو، غادي نكتشفو بزاف د الحوايج في مراكش، حيت بصراحة خصنا نكتشفو هاد البلايصادو اللي غنمشي اليوم وتكتشفوهم معايا. كنوعدكم فيديوهات غزالين، فيديوهات روعة الإخوان ديالي. ولكن ما نكذبش عليكم الخوت، المود ديال الصهد بزاف عرض الخوت، غادي تكون واحد 47-46 درجة الخوت بزاف. نبداو الفلوق ديالنا، ولكن الخوت قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، إذا كنتو أول مرة كتفرجوا في قناة مروان فلوق، أول مرة كتشوفوا الفيديوهات ديال مروان فلوق، ما تنساوش الإشتراك في القناة، في لايك، في كومنتير، وتفعيل الجرس الأصدقاء ديالي باش دائما توصلوا بالجديد. دابا غادي نبداو المسيريه ديالنا في شارع محمد السادس، نشوفوا الجماليه ديالو ونشوفوا المدينه الحمراء، ونبداو الفلوق ديالنا ونبداو المسيريه ديالنا الخوت. يلا معايا نتساراو ونكتشفوا هذه البلاصه. بصراحه والله الا الخوت بلاصه زوينه، وشارع محمد السادس معروف يعني فيه الفنادق، فيه بزاف البلايص، وغادي نشارك معكم حتى الاوتيل اللي جالس فيه حتى هو، غادي نشارك معكم حيت يلا وصلت. ولكن ما بغيتش ما نكذبش عليكم، ارتاحيت نعست لي شويه ارتاحيت، ولكن هاد المده اللي جالس فيها الخوت غادي نشارك معكم بزاف د الفيديوهات او جوريوسكم. اخوان ديالي مرحبا بكم معايا في فيديو من شارع محمد السادس. قبل ان شاء الله غادي نبداو الجوله ديالنا، غادي نتساراو في شارع محمد السادس وتعرفوه معايا. وبالنسبه للناس اللي كانوا ما عمرهم جاوا لشارع محمد السادس، غادي تعرفوا عليه معنا في قناه مروان فلوق. الاخوان ديالي كيف كتشوفوا معايا، بصراحه الدنيا كاين الحركه، ولكن الصراحه الناس ديال مراكش اليوم والله بصراحه مع هاد الصداده شنقول لكم الاصدقاء ديالي، انا براسي طبت والله الا نهار الاول ليا، ولكن بزاف الاصدقاء. كيف كتشوفوا معايا مناره مول، ما دوش عليا الرصاد بدا تيعطي المفعول ديالو. بالنسبه للخوت مناره مول بصراحه مازال ما دخلتش نشوف شنو فيها، ولكن ان شاء الله غادي ندير فيديو تا هو، غادي نخصو ليه ان شاء الله. كاينين لي كافي برا بالنسبه للناس اللي بغاو يتقهواو وبغاو يريحوا ويدوزوا الوقيته ديالهم في البلاصه هذه. ولكن ما نكذبش عليكم الخوت، بنادم الا بغى يخرج كنصحو انه يخرج حتى يبرد الحال، ولكن الصراحه بحال دابا بنادم باغي يمشي بزاف د البلايص، كاين بزاف د المآثر التاريخيه ماشي الرباط صاحبي، حتى توحشتي الرباط في ساعه في مراكش. كاينين بزاف د البلايص مآثر تاريخيه، كاينين حدائق، كاينين بزاف د البلايص اللي خاصهم يتشافوا. الاخوان بنادم خاصو يستغل الوقت، خاصو يستغل الفرصه ويجول مع راسو ويكتشف. بصراحه تقول لا حتى يبرد الحال ونخرج كلشي غادي يسد، لا الحدائق ولا المنتزهات ولا المآثر التاريخيه، كلشي غادي يسد الاخوان ديالي. اللهم بنادم يستغل الفرصه ويصبر في هذيك المده اللي جا فيها، يصبر ويخرج ويتنزه ليا مع راسو ويكتشف ليا جامع الفنا بالنهار، جامع الفنا بالليل، كل حاجه عندها الاجواء ديالها لا بالنهار ولا بالليل. حتى هاد البلاصه هادي في الليل تتكون روعه الاخوان ديالي. الفيديو غادي نخليه ان شاء الله حتى نصور لكم بالليل كيفاش تكون الاجواء هنا ونشارك معكم الاصدقاء ديالي. ما نكذبش عليكم الاصدقاء ديالي، بالنسبه للبرنامج اللي غادي نشارك معكم في مراكش، ندير واحد لا ليست كاتب اي بلاصه نمشي ليها وشنو غندير فيها. ولكن صراحه المده اللي جالس فيها ديال واحد 6 ايام او 8 ايام اللي غادي نريح في مراكش، بصراحه ما كادانيش انني كل نهار نمشي لهاد البلايص هادو. نتمنى ان شاء الله نتوفق ونشارك معكم هاد البلايص كاملين، حيت بصراحه مراكش كبيره وفيها بزاف ما يتشافوا، فيها المواقع الاثريه
وفيها الحدائق، فيها بزاف ميتشاف اوريكا سيتي فاطمة، يعني كاين 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 الواحد يجي يدوز الوقيته ديالو هنا بصراحه كاين يدير. وهادشي علاش الخوت غادي نشارك معكم بزاف د البلايص، ونتمنى نتوفق ونشارك معكم فيديوهات اكثر ان شاء الله. خوت قبل ما نكمل هذا الفيديو الخوت بصراحه كنوعدكم انني بالليل غادي نصور لكم هذه البلاصه هذه كيفاش كتكون بالليل، واحد بارتي صغيره مقتطف صغير باش تشوفوا الاجواء كيفاش كتكون. ولكن الاخوان قبل ما نكملوا الفيديو، اذا كنتوا اول مره كتفرجوا معنا في القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش تزيدوا تشجعوا قناه مروان فلوق وتدعموا الاخوان ديالي الخوت. بكثره الحراره كاين صداد بزاف، التليفون ما بغاش يخدم ليا، صافي سخن بزاف، كتبوا ليا ان التليفون سخن الخوت، بقيت حتى برد لي شويه وكملت الفيديو. كيف كتعرفوا ان مدينه مراكش يعني راه كيف كتشوفوا معي الاصدقاء، هادشي بالليل كيكون شاعل بالضوا وكتكون الدنيا هنايا زوينه، ولكن ان شاء الله كيف وعدتكم غادي في الاخير غادي نخلي لكم واحد فيديو قصير تعرفوا على البلاصه هذه وتشوفوها وتاخذوا على فكره الاصدقاء. صراحة الخوت احنا في الداخل بالنسبة للرباط ولا كازا ولا فين ساكن انا في تمارة، تتكون الحرارة 32 ولا 30 تنقولوا راه بزاف، وشوفوا تبارك الله هنا في مراكش الحرارة طالعة بزاف والجو سخون وكاين الحركة بالنهار والناس خارجين ويعني كيف كتشوف الناس تتحرك. في نفس الوقت انني كنكتشف معكم هذه البلاصه وتتكتشفوا معايا في قناه مروان فلوغ وكنتناقش معكم الاخوان ديالي. بصراحه مراكش ما جيتش لها مده بزاف، الاخوان ديالي جات مع كورونا الحجر الصحي راك معاه في الاوضاع كيفاش كانت، وحتى مني جيت لمراكش خاصني نكتشف معكم الخوت والبلايص ونتسارى ونتنزه ونشوفوا البلايص اللي ما عمرنا شفناها نشوفوها. وفي نفس الوقت هذه راه بالنسبه لي انا يعني انا كنمشي للبلايص وتنكتشفها، يعني راه كنعطي واحد البلايص اللي يمكن الناس ما عرفوهمش كيجيو ليهم. وبصراحه عندي اصدقاء في مراكش حتى هما كنسولهم وكنسقسيهم تنقول لهم شنو البلايص اللي نمشي ليهم والبلايص اللي ما نمشيش ليهم، كيعطوني فكره باش نشارك معكم بزاف في الفيديوهات ان شاء الله. واخا هكا كنخرج كيف كتشوفوا معايا يعني البلاصه ما مهلينش فيها بزاف، بالنسبه كاين الحراره خاص يكون سقي بزاف باش الدنيا تبقى دائما خضراء دائما نقيه، يكونوا محافظين على البلايص. يعني شنو نقول لكم، بلاصه زوينه ولكن خاصها واحد شويه العنايه باش تكون دائما مزيانه، يعني لا بالنسبه للغازو ولا بالنسبه للشجار ولا هذا، تبارك الله كاين الخضوره ولكن خاص واحد التهلو باش الدنيا تزيان وتكون غزاله. يلا معايا الاخوان غادي نمشيو لديك النافوره راهي نشوفوها. وما نكذبش عليكم الاصدقاء، انا دابا حاليا واحل غير مع التليفون قسما بالله، فين ما كيسخن تيطفى ليا تيقول لي خاصو حتى يبرد، خاصني نخليه حتى يبرد شويه باش نعاود نصور. ولكن ما عندك ما دير، الاجواء ديال الصاد والحراره في مراكش هي هذه. كيف كتشوفوا معي الكوتشيات هما هادو الاصدقاء، بصراحه عندهم واحد الركبه خطيره وزويونه الكوتشيات زويوني انوري عليكم. هادو هما الكوتشيات الاصدقاء ديالي، هذا قصر المؤتمرات، الناس الخوت لي فاكونس الناس جايين من برا تيكتشفوا البلاصه كيتساراو، ما مسوقينش الحراره ما مسوقين حتى شي حاجه، كاينين هادو المطر وقيلا تيتكراو الخوت بالضو بالضو بالطاقه. شارع محمد السادس، يعني شارع محمد السادس كيحمل واحد السميه كبيره وسميه عزيزه على المغاربه كاملين، خاصها تكون احسن من هكا بصراحه، هي زويونه ولكن ضروري من التهلو، يعني خاص المساحه الخضراء تكون زويونه حسن
كيف كنشوفوا مقارنه مع الرباط، مع الرباط يعني فين المساحه الخضراء، البليس زوينين، التهلو، العاصمه الاداريه يعني نقيه الاصدقاء ديالي. وانتم راكم كتفرجوا معي في الفيديو واعطوني الاراء ديالكم، الاقتراحات ديالكم، شنو اللي يعجبكم شنو اللي ما يعجبكمش. انا هنا كنشارك معكم وانتم كتعطيونا الاراء. الاخوان ديالي، قبل ما نختم معكم الفلوق ديالي من شارع محمد السادس، ضروري خصني نشارك معكم المسرح الملكي. شوفوا معايا الاصدقاء، المسرح الملكي هو هذا بمدينه مراكش. المسرح الملكي معروف مراكش، خصوصا شارع محمد السادس. الاصدقاء ديالي، محطه ديال مراكش لاكار. كاين واحد الشومة الاصدقاء خطير، البرد سخون. الحباب ديالي، كيف وعدتكم انني بالليل غادي نشارك معكم شارع محمد السادس بالليل. تشوفوا معايا الاجواء ديالو كيفاش كتكون، ولكن بصراحه الدنيا عامره الاخوان المراكشيين، كلهم كيجيو لهاد البلاصه هادي وكيريحوا فيها. ما بغيتش نصورها لكم بصراحه، ما بغيتش نصور الناس. ونشوفوا تشوفوا معايا الاجواء ديال هاد البلاصه كيفاش كتكون بالليل اصدقاء ديالي. قبل ما نختم معكم هذا الفلوق ان شاء الله، نساريكم في شارع محمد السادس وتشوفوا الاجواء ديال الليل. هالكوتشيات الاصدقاء بالليل، بصراحه بالليل مني كتسرى في هذه البلاصه سيرتو بالكوتشي، يعني تيكون عنده واحد الطعم اخر ماشي بحال النهار اصدقائي.